سبور بلس برعايه تونس بيت. اي اف ام سبور بلس ايمن زروق حوصله لاهم الاحداث الرياضيه في ال 24 ساعه. مساء الخير، اهلا وسهلا بالجميع في حلقه جديده من سبور بلس 7:06 دقائق على اي اف ام احلى راديو. نحكيوا على حلقه 3/21 جوان 2022. سلموا برشا على كل متابعينا ومستمعينا داخل او خارج حدود الوطن. حلقه مليئه بالاخبار ومسجدات وكذلك بالضيوف في اي اف ام سبور بلس. اليوم نحكي كرة قدم، نحكي على وضعية النجم الرياضي الساحلي، استقالة رئيس النادي سيد ماهر القروي، شنو باش يصير في ظل الفراغ الإداري، كذلك تعيين طاقم فني جديد بقيادة قبير رواتبي ومساعده محمد علي نفخة، عودة على الأحداث ومقاعد صاير في سوسة وتحديدا في النجم الرياضي الساحلي، كذلك نحكي على مباراة أمل حمام سوسة ونجم متلوي، ستقام المباراة وإلا لا. تراجع حمام سوسة على قرارها الأول والمبدأ اللي هو عدم لعب المباراة، لكن ماذا عن نجم المتلوي؟ مع العلم أنه غدوة باش يكون إضراب عام في المتلوي بسبب الأحداث هذية وبسبب المباراة هذية. كذلك باش نرجع باش نحكيه على البوليميك اللي تبعناها في الويكاند كامل، بوليميك السباح عم نجيب بالهادي البارح، ظهور الإعلامي زوز ظهور إعلامي للسباح هذية وردود فعل كبيرة وما زالت متواصلة حول الأرقام هذية. على كل هذا معنا الليلة في سبور بلس. هذا وغيره من الأخبار والمسجدات. تحية كبيرة لكل فريق الإعداد المتجند لإعداد الحصة هذية، أمير في الإخراج، بشرة في العمل الصحفي وإعداد البرنامج، أيمن الوافي وعبير في السيت ويب والسوشيال ميديا، وصديقاتنا في الـ FM TV وإم رابح وإيمان الجدي. معكم أيمن زروق، رافقكم في سويعة من زمان، يرافقوني فيها في التحليل الفني وفي التعليق. باعتبار أنه ليلة عنا ضيف، خليهم نقدمهم بعد ضيوفنا. بالضيف عايش خويا هاك، عرفتوا صوته معنا سمير السليمي، لكن عنا ضيف. نتساءل ماذا يفعل في بلاتو كرة قدم وسام الملولي. مساء الخير، اهلا وسهلا وسام. مرحبا، شكرا على الاستضافه اللي فيتيرون دي فوتبول على اصحابي. مرحبا، ما عرفش نعملوا تكويره عاد من بعد ما انت ميسيلج. مرحبا، تريح واتربولو شد جول. مهاراتك الكروية فهمناها من خلال إجابة شد جول البرشا عبيد وسامة، وبعد ما كملت والله الكارير والمشوار متاعك الفرح سمير شد جول أمانة تكون ماركي ما يراتيش. وسامة ملولي، مرحبا بيك وسامة ملولي وليد قرفال، أهلا وسهلا، مساء الخير. مرحبا بيك أيمن، مرحبا بكل المستمعين، الناس تتابعوا فينا على FM TV. سعداء باستقبال البطل الكبير، البطل الأسطوري، البطل التاريخي للرياضة التونسية أسامة الملولي. أكيد كذلك مرحبا بسمير طارق، وإن شاء الله عديو حلقة باهية أكيد في حضور وسام، إن شاء الله باش تكون حلقة متميزة إن شاء الله. مرحبا بيك يا سيدي، أكيد راك حضرت روحك، أمور ناتاسيون وأرقام ونحاولوا باللي نقدروا خاطر اختصاص صعيب شوية وسبيسيفيك. مرحبا بيك طارق سالم، مساء النور، أهلا وسهلا. مرحبا بيك، مرحبا بوديد، مرحبا بسمير بالبطلنا في السباحة، ولو انا السباحه راه موضوع ربع ساعه الاولى حسبني مانيش ترسلك تعوم في الشايح. لا لا علاقتك بالسباحه كيما علاقتك اسامه الملولي بكره القدم يظهر لي. نجم يعوم عاد اسامه عنده في الكره ما يقولش. اي يا سيدي اي اما ذيك هو مش في ميل وتو يغلق وحده. علاقتي ضعيفه برشا بالسباحه دونك نعطي باس لسمير. يا خويا ولد بحر. ولد بحر، اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور، تحيه ليك الزروق، ميرسي بوكو اللي جبت لنا معناها قام من قامات الرياضه التونسيه اللي شرفنا لي سنوات. على الاقل كي نتفرج في وسام نشوفه في الديبار وفي الاريفي، كاميرا تقعد تتبع فيه حتى يوصل يعمل يجي الاول ولا الثاني، لانه كور معروفين فهمتني مش شكل فيديو تبدا من الاول ومن بعد تقص ترجع في الاخر، هذيك حكايه معناها حكايه اخرى. على كل حال انت عاد ولد بحر. عاد انا ولد بحر بطبع. عملت ديروكور ما عملت ديروكور حتى شيء، نعم كيما العبد الكل نعرف تعوم ثلاث ايام، تبدا اليوم كامل بعد ثلاث ايام صحيح، بعد ثلاث ايام عمل فيديو لفيديو يتقص عمل لك فيديو جماعة عندك ديروكور سمير. عندي ديروكور. عندك ديروكور في السباحة عندك. مرحبا بيك، مرحبا بأبطالنا الكل سمير أسامة ملولي وليد قرفالة و طارق سالم، تحية كبيرة برشا. تجينا من المغرب، ينعم ينعم عنا مستمعين أوفياء في المغرب، لؤي صقر في كازابلانكا في الدار البيضاء. تحية لي سي وليد، هو مكشخ فهمت، أما مش يسلم عليك ولا حتى واحد يسلم على سمير السليمي معناها. تحية لي، تحية لي لؤي،
وللناس الكل يسمعوا فينا في تونس وخارج حدود الوطن. اي سيدي تحيه لكم الناس الكل، شكرا على متابعتكم وشكرا على وفائكم لبرنامج سبور بلس. نخرج فاصل ثم راجعين تسويت نبداو مختلف مواضيعنا وفقرتنا. مرحبا بكم من جديد في سبور بلس. 7:12 بعد شوية باش نحكيو على مباراة حمام سوسة والمتلاوي، شا ستقام ولا لا، كذلك المستجدات في النجم الرياضي الساحلي. لكن البداية بالبوليميك، بوليميك السباح سي نجيب الهادي. لانفو دو جور. وليد خلينا نبدا معاك وناخذوا بعض الاراء بشكل عام. باهي، ما فماش واحد يظهر لي مواطن تونسي ما تبعش البوليميك من نهار السبت حتى التوا، خاصه بعد تدوينه نتاع بطل اولمبي اسامه الملولي اللي كانت هي تورنو لتنسيل الشراره الاولانيه باش معناتها ثم شويه الحقيقه. انا كصحفي اتصلوا بيا عديد من الاصدقاء قالوا لي زيدوا ثبتوا، ثم حاجه مسافا بار، ثم كيلكو شوز كي كلوش، لازم تتصلوا المسؤولين وكذا والاخصائيين خاصه. اونتر تون جي ستاتيو نتاع اسامه الملولي اللي كان فيه لوم لوزاره الشباب والرياضه لتفاعلها الرسمي باعتبارها تمثل الدوله، كذلك زاد هو مشي في ثنيه نتاع التشكيك او التساؤلات هنايا، معناتها بطبيعه الحال هنايا من غير ما نمسوا من سيد السي نجيب احترامنا الكامل ليه معناتها، لكن احنا هنايا توا اوكي مهمين جدا الارقام، لكن زاد لازمنا نتحروا ونثبتوا بالكدي بالكدي. التورنو الجديد اللي صار هو البارح كان عنده زوز اطلالات صحفيه مع زملائنا مع حيدر في موزايك وكذلك مع قناه التاسعه، مع العلم انه زاد كذلك اتصلت به انا شخصيا البارح الصباح، بمعنى انه حبيت ناخذه معنا بالتليفون لطرح الاسئله اللي الناس الكل تتسائل فيها وبغية في انه يكون عنا اجابات من عند المعني بالامر. فمعناتها هو ملو عطى الكلمه من بعد صعبينا معناتها ما نشوفوا هي تعليقك على اللي صار. نحطوا الامور في اطارها هاي منو خلي الساده المستمعين والناس اللي شاهدوا فينا يفهموا انه راهو نجيب بالهادي هذوما اللي باركور والسباحه اللي يعمل فيها ماهيش وليده اليوم سمير، معناتها لسنوات وسنوات نجيب بالهادي مولع خلينا نقولوا مغروم انه يناجي يسبح، وفي كل مره يخرج ويقول، وخلينا نوضحه لهنا ربما اكثر، هو عامل حتى بروباغندا لروحه حيث انه يتصل بالاعلاميين، يتصل بالناس اللي في ربما مؤثرين حتى في وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بنفسه والتعريف بالإناج اللي يعمل فيه، وكان في كل مره ربما يتعدى الخبر انه قام بمسافه معينه وتعدى اين برسوي. المره هذه شنو كان ربما التورنو؟ انا نعتبره حاجتين، هو المسافه اللي قال عملتها اللي هي من عرش 155 كيلومتر معناتها سباحه، والحاجه الثانيه اكيد انه كي بطل الكبير يتفاعل ويقوم بتدوينه، وتنرجعوا لهم بعد تدوينه ميكرو وليد الناس سايبوا التدوينه وركزوا زاد مع اسامه، احنا تعرف توينسا ما يفلتوا شيء على وصمه عار، اسامه كتب بصمه عار، الناس ولات مركزه مع هذيك وصمه عار مش بصمه عار. دونك كي بطل الكبير يكتب ويتفاعل ويلوب على الوزاره اكيد انه الحدث باش ياخذ منعرج اخر. احنا ماناش مختصين في الميدان هذا، اكيد فما مختصين، اكيد فما ناس دي زيكسبير بيتي معناتها في الحاجات هذية ينجموا يقوموا انه نجيب الهادي هل بالفعل معناتها قطاع مسافة 155 كيلومتر ولا دون انقطاع هنية دون انقطاع تبدل الديسكور عاد ما شو زاد اللي زاد اليوم خلى علاش البارح يتبدل الديسكور ولا فيها ارتحت شوية وفما خذيت دواية وفما حاجات معينة هي اللي خلينا ربما اليوم جاي حتى التفاعل يذول لي من منظمة دولية قالت باش نبحث أنا بتاع السباحة، قالت أنا باش نبحث في الموضوع، مش معقول أنه رقم كما هذا باش يتعدى إلى برسو. دونك خلينا نحوصلوا السيد هذا مغروم يناجي من قبل كان عامل بروباغندا يتصل بالناس يتصل بالإعلاميين باش يعرف بروحه. المرة هذه الموضوع أخذها بعد أخرى باعتبار تدخل أسامة وباعتبار كمل زاد هو تدخل متاعه البارح في زوز وسائل إعلامية خلى الجدل يزيد يكبر على الموضوع هذا. من حقنا نسأله طارق سالم كرياضيين توانسة توا كرة قدم نجر كرة ذي يعملوا فوتبالر ولا تنس أي حاجة في مجال اختصاصه، هل نحن ناخذ المعلومة كيما هي وانتهى الموضوع ركور وانتهى الموضوع؟ أما من حق أنه الناس تتسائل، من حق أنه الناس تتحرى،
ما غير ما نحكيو على الناس اللي تدخل فك الكوتيم تاع التنمر على هذيك ما مش معاه جمله فوالا معناتها اوني با لا باش نتنمروا على السيد لا هذاك ما متفاهمين فيه معناتها شخص محترم راجل كبير ممكن قد بونا دونك نحترموه ونحترموا الواحد لكن المشكل هو معناتها حتى هو ولا الناس اللي دايره بيه لازم يحترم عقول العباد زادا تجمش معنا أربع أنت واحد قاعد على كرسي وما يرقدش يمرض معنا أربع أيام أول حاجة خطر على الأول وقت اللي سمعنا دون انقطاع ولا معنا أربع أيام دون انقطاع ما تنجمش شو كيفاش ومن بعد الحاجة الثانية كيفاش نرقد معناتها نعوم وأنا راقد معناها ماهيش معقوله ما تكفيش ما نعرفش انا مانيش تكنيسي اما ما نعرفش قلت لك ما نعرفش نعوم اما فما واحد معناتها يعوم وهو راقد ويمشي في نفس التيار هو بيدو معناتها في الديريكسيون اللي يحب عليها واربع ايام تعوم معناتها الحقيقه فما حوايج سيبري مانيش تكنيسي مي العقل زاد عندنا عقل ربي عطانا عقل باش نميزو بي فما حوايج كان جاء من الاول قار راني نطلع على الباتو وعندي سوايع نتاع نوم نرقدهم وعندي ماكله وعندي حاجة معقولة يا صحيح أما تجي تقول لي بدون انقطاع ولا نعوم وأنا راقد العقل ما يقبلهاش احنا العبد راه يبدا في داره وتحت فرشه وكوفيرته ومخدة مزيانة وحريق وساعات ياخذ حرابش باش يرقد فما بالك ما أنت نرقد وكليماتيزور وفي الشتاء ما تخطر البحر ما نعرفش بارد سخون توا الطقس في الليل والملح والكورين والشمس ما أنت برشا حوايج وشوف يجيش انه فما بالك معناتها واحد في بحر معناتها الحقيقه هو الحقيقه صرح ثم حاجه كيف زاد هو بعد البوليميك اللي صارت التصريحات والظهور الاعلامي نتاعو البارح زاد عمل بوليميك على بوليميك لانه هنا طبعا بعد شوي نسال اسامه هل ممكن انه انسان يعوم وهو راقد معناتها خاطر هو قال عمت وانا راقد وفقت بروحي كان وقت اللي وصلت لقليبيا ما نعرفش شو هي الحقيقه معناتها تساؤلت عندك ما تعلق سمير بساعة أقبل كل شيء أنا مع كل إنسان طموح يحب يوصل لهدف معين في حياته سواء في الرياضة في الثقافة في الطب في أي في العلم في أي ميدان والسيد نجيب مع احتراننا بطبيعة الحال إنسان شغوف بالسباحة ونسمع بيه معناها يقوم بتحديات أنا مع التوثيق ومع التدقيق بالضبط انا مع توثيق انا في مجال كره القدم بيلي اعظم لاعب عرفته كره القدم هكا ولا الى حد الان فما تشكيك في مستوى عدد الاهداف اللي سجلهم اكثر من 1000 هو قال اكثر من 1000 والفيفا ما عندهاش عندها جي 700 وشويه كريستيانو رونالدو من غادي لمح اللي هو معناه وصل للرقم تاع بيلي وعلاش هذا الكل لانه الاهداف اللي سجلها بيلي غير موثقه فما عدد كبير من الاهداف ماهيش موثقين به في الميدان هذايا توم بعد اسامه ينورنا في المجال هذايا كي يبدا واحد عنده تحدي ولا كومبيتيسيون ولا حاجه بطبيعه الحال يراسل معناها الجهات المعنيه الرسميه ثم تكون هناك معناها مراقبه وجي بي اس وشيء هذا الكل في الموضوع في موضوع الحال غير متوفر هكا ولا انه سي نجيب عمل الديبار وعمل لاريفي في 155 كيلومتر وشيء هذا الكل غير موثق شفنا الديبار ولاريفي فقط شفنا الديبار وراديبار ما شفناش انا شفت فيديو هكا يعوم في وسط البحر ما الديبار ما شفناه دونك هنا الديبار خرج من ارض ايطاليا دونك هنا تعطيني انت بيع او واحد اني نشك في الموضوع هكا ولا من حقي اني نشك وطارق هنا قال نحترم عقول وذكاء الناس مع احترامي ليه بطبيعة الحال من مفروض أنه كي مش يعمل تحدي من نوع ذايا معاه جي بي اس ومعاه باتو دي كاميرا يصوروا الانطلاق ويصوروا الواحد حاجة أخرى أنه في المسابقات هذية وهنا بتت رسامي ينورني في الموضوع ذايا كي مش تعمل تحدي راه بدون توقف بدون توقف كي مش تعمل تحدي تعمل تحدي بدون توقف هذا ما وقع اعلانه قبل بعد تبدل اللغة بعد البوليميك اللي صار أنا مش نعمل 200 كيلومتر عمان راني بدون توقف اذا كان مش كل 10 كيلومتر باش توقف نعمل راحه حتى انا نعملهم راحه ايميل اي فوالا وينو الانجاز انا كان بيان سور اذا كان كل 5 10 كيلومتر نجي نرتاح نعمل راحه وساندويتش وقيلوله ونعاود الديبار من اللي وجيت نعمل 1000 كيلومتر ولا اي واحد نجم على التحدي في الاستمرار بدون توقف وهنا هو قال حسب ما قلت انت زروق بدون توقف دونك فما مجال للتشكك في الحكايه هذه واذا كان هذا الاقتراح نتاعي عمل الباركور هذا يدعو الناس الكل بالجي بي اس وبالناس الكل باش نقول باش نقطعوا البوليميك يقول باش نعاود تحدي اخر شهر الجاي ولا اللي بعده وباش نعاود نفس الباركور بشهاده الناس الكل وبمراقبه السلطات المعنيه هنا وقتها احنا يا خويا نقولوا له برافو
أسامة المالولي مرحبا بك. عندي برشا أسئلة نحب نسألهم وتجاهلهم بك. قبل كل شيء هيت نسمعوا بيستوف لما قالوا سي نجيب البارح في ظهوره مع قناة التاسعة، التساؤلات كيفاش جاوب عليها. نسمعوا التصريح نتاعو البارح في قناة التاسعة مع زميلنا عاد بوهليل. الحريقة ما عرضونيش، عندي زر يا أخويا، سوني با ما فوت، ما هيش غلطي، ربي عطاني تقس باي، القرش موجود لكن ما ظهرش، كي تعديت ما جاش على حالي. واش باش نقول له؟ نقول له ايجا كوني يزمو يعرف قاعدة العلمية متاع اللحية. علاش نعلمكم اللي اللحية ما تطلعش وقت الإنسان يعمل مجهود؟ هذا راهي يعني قاعدة النظرة هي اللي قالتها، مش أنا. وأنا حجمت لحيتي قبل ما نخرج وخليتها وما طلعتش. الرياضة هذه تحدي مع الطبيعة، وما دامني أنا موجود ندافع عن الرياضة هذه ونوصل لكم الرياضة هذه. واحد كيتكلم بي هذا من أهم ما قالوا. أسامة هيت نبدأ بالإكسري كنا نسمع فيه، شنو عندك ما تعلق؟ قبل كل شيء نحب نقول اللي عم نجيب سان إكسلون أمباسادور للرياضة التونسية وللرياضة العسكرية. شرف الجيش الوطني ويلا في دو غران اكسبلور، انا جي اوكان دوت، ما عندي حتى شك اللي هو كما كنت قلت يلا في دي اكسبلور. انا اليوم في تونس البارح والبارح في الليل نتعشى نتفرج في الاخبار كايها مواطن، ونسمع في الاخبار معناتها خبر مهم كاي مواطن تونسي. جو لو برون سيريو، سي تري سيريو، معناتها سي ان ريكور كما كنا نحكيو. C'est pas n'importe quel challenge, c'est un record, c'est un standard à l'ami. Donc, لازم ناخذوها بجدية كبيرة برشا خاطر تحدي حجم عالمي. 150 كيلومتر انا سبيسياليتي نتاعي، معناتها حضرت 4 سنين باش نعمل 10 كيلومتر في الالعاب الاولمبيه. صحيح نسق اسرع برشا، نوتر نيفو بيس اقوى برشا، ثم احتكاك، مي هذا محيط، هذا محيط، الموجة تهزك وتحطك والموجة تهزك وتجيبك. معناتها كي تقرا لي ريغيرش وتقرا على لي غران اتليت اللي عملوا سو جون دو ترافيرسي اكثر من 10 سوايع، تدخل في هستيريا، تدخل في غيبوبه اكثر من 24 ساعه، ان اوتري في كومبليتوم. معناتها ثم ريسك نتاع نوياد اذا كان ما يبدوش معاك توت ان ايكيباج. العومان في الليل c'est très très dangereux, c'est très dangereux. خاطر وقتها وين الحوت بالحق يخرج يصطاد في الليل، الحوت الكبير. دي باتو لازمهم يكونوا دي باتو ايكيبي افيك دي معناتها بالضوء، افيك دي بروجيكتور، معناتها تراساج جي بي اس باش تعمل اون ترافيرسي من ايطاليا لتونس وتجيبها قد قد تدخل ديريكتومون في الوتيل هذاك. C'est très difficile à calculer. معناتها بالرسمي لازم تكون معاك نافيغاسيون ماريتيم très très pointu. Ou de faire ce challenge là, ou من premier coup tu réussis. معناتها برشا نقاط استفهام. Bon, a priori, انا كي نشوف un athlète, je vois la carrure d'un athlète. C'est un athlète, عنده في ساقية، عنده في كتافو، ينجم il résiste. تحكي على الماس مسكولير هنا، نحكي على البدن، المورفولوجي، البدن المورفولوجي. لا فيزيونومي دو لاتليت. Quand tu ou l'amour زاد معناتها ثم عباد qui ont vraiment souffert باش يوصلوا يعملوا معناتها un marathon. هو عمل 15 marathons où il a prétendu d'avoir fait ça non-stop. دونك كي شفت شيء هذا في الاخبار ما نجمتش نقعد معناتها ما نحكيش. انا راهو نقدروا برشا، واذا كان ما جيتش نقدروا نحترموا ما نخسرش عليه شطر كلمه على الفيسبوك. سكي انتريسون اليوم اللي لو مينيستير ريكوبيري لا شوز وصلح المسار وتعهد بشي دو ريفالوي سيت سيتواسيون لا، سي تري امبورطون من الدوله التونسيه. اذا كان تغلط لازم تصلح. نقعد معاك في النقطه هذيا خاطر قاعدين نمشيو بشويه بشويه. هنايا وزاره الشباب والرياضه بعد وقت اللي صار هذيا الوصول لاريفي نتاع تونس هبطت بلاغ تهنئه وانجاز وكذا. اسامه المالولي ما هبطش ستاتيو، بارتاج البلاغ نتاع وزاره الشباب والرياضه وهاوش كتب حرفيا اكبر كذبه في تاريخ الرياضه التونسيه ووصمه عار على السباحه التونسيه. المهزله الاكبر من هذا انه بوابه الوزاره تعترف بالمهزله هذه وتشجع السلوكيات هذه وتفتح مجال اعلامي هام لتغليط الراي العام والمس بجديه وصعوبه التحديات بالحجم هذا. اونتر تون الوزاره بعد
صار ما صار بعد تدوينة هذية، فسخت البلاغ هذيك وهبطت بلاغ آخر بعده قالت أنه تبعا للتشكيك الذي يحوم حول صحة المعطيات المتعلقة برهان جديد سباحة حرة، ستتولى مصالح وزارة الشباب والرياضة تثبت وتدقيق في كل تفاصيل المعطيات لدى الجهات المعنية وإفادة الرأي العام. اي سي نورمال، سي نورمال و سي بيان. انا جابلودي ليكيب نتاع الكوم نتاع المينيستير، وجابلودي الوزير بيدو اللي سحب الديكلاراسيون هذه، وباش ينظر في الموضوع جديا، خاطر البوابه هذه يقراوها العالم اجمع، يقراوها سورتو لي اتليت تونيزيان اللي سي امبورطون اللي كانوا تحطونا دون دي كونديسيون ايكيتابل. نجمش تحط، نجمش تعدي في الاخبار اون جاب الربح برلان وتعدي سينجيب عمل لك الحكاية. أسامة مش أول مرة سمحني، أنا بالنسبة لي أنا أول مرة يتعدى في الأخبار، معناتها نجيب الهدي في كل يعني قلت لك منذ سنوات مش هذه أول مرة يتعدى. أنا اليوم موجود في تونس ونتفرج في الأخبار، كنت معناتها عايش في أمريكا وعايش تحضر في الولايات المتحدة الأمريكية، تو موجود في تونس معناتها نتبع في الرأي العام التونسي ومهتم بالرياضة التونسية وبالأخبار التونسية سورتو سو نيفو لا، معناتها سي ان تري تري هو نيفو. ثم باري مونديال، ثم ان تشالنج مونديال اللي يثير الجدل ويثير الشك. انا جي دوني مون افي البارح، صاحبي بكار قال لي كنت قاسي وسامة معاه في كلامك، كنت قاسي مع الوزارة. Je m'excuse de l'abed, il trouve mon discours ou la mon évaluation un peu trop dur. Tu sais, tu as bel mazla quand même, Moussa. Mazla. ترتقي للمازلة ولا أنت كنت في الوقت ذاك منفعل؟ هو سيناريو فاشل، سيناريو فاشل، إخراج فاشل. معناتها سيتي ان فلوب، سيتي ان فلوب و لو فلوب سي انتنسيفي ابري، معناتها اون انفيرغور كبيره برشا. كل وزارة معناتها لا ابوي سا، لا ابلودي سا، وكتبت باراغراف معناتها مش شويه كمان، معناتها فتحت مجال، فتحت مجال اللي اون فا بلو بروندر او سيريو معناتها الحكايات هذا. معناتها بالنسبه لي انا حسب بوتيتر ماشي كما التوانسه الكل، نعطيك شويه تاويلات باش نشوف بارتي من ليليت سبورتيف تونيزيان اللي خمم هكا، بوتيتر مش مفهوم في تونس، بوتيتر معناتها لي رياكسيون تاعي ماهمش مفهومين في تونس. نعطيك شويه رياكسيون من العباد، هذيك ما رياكسيون بوتيتر سيتي من الاول. اي جي فيو لي ستاتيو، جي فيو لي ستاتيو. يقول لك اسامه ديما يحب الضوء يقعد عليها، البطل الاولمبي، بطل العالم في السباحة الحرة، انه باش يجي عم الهادي، فهذايا شنو الحاجة اللي خليته سما يتحرك؟ نسمعوا في السياق هذايا شنو قال عليك البارح عم 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 نجيب وقت اللي سألوه على النقطة هذه بالذات في بلاتو 9. حتى هو أكبر كذبة في العالم، بطل أولمبي، حتى أنا بطل سباحة حالة قصوى، هو يحترم نفسه ما يقولش هكذا. غريبة على خاطر ما يعرفوش البحار الكبرى، لا مش عايش في البحر، في السطوح متاع المياه المفتوحة، سطوح راكحة مش بحار مفتوحة. أنا نعوم في اللوشن في المحيط، أصعب. أنت غير مختص لتقييم مثل هكذا إنجازات، لأنه ثم فرق بين أنك في سباحة حرة هو في المحيط، دونك سي با لا ميم تكنيك. شوف أيمن، قبل كل شيء نحب نقول اللي أنا مسلم، جو سوي مسلمان براتيكون، أنا مسلم ومؤمن، واللي نتمناه لروحي نتمناه لغيري، دوتون بلوس التوانس اللي معناتها ولد بلادي يمثل الجيش التونسي، أنا وطني ونحب الجيش التونسي. ولكن quand on passe معناتها à ces histoires c'est insensé. انا جو دينونس، نقول راهو يا ناس راهو مش معقول التصرف هذا يصير. كما كنا نحكيو سي سمير قبيله، قلنا واحد يقول لك شاد كورنير وتخلوا مركب الراس، غير مقبوله الحكايه هذه. مي جو دون معناتها لو بينيفيس السي نجيب، العم نجيب بالهادي يورينا اون فيديو دو سون ديبار. ديبار لازم يكون من ايطاليا، ولازم لاريفي تكون في تونس، والديستانس تكون الديستانس اللي يحكي عليها. كيما حكينا الى شانجي دو ديسكور ما بين التنتاتيف دو ريكور مونديال دو 155 كيلومتر نون ستوب اون اوفيف فيف، توا ولات معناتها ان شانجمون دو ديسكور، سي اون تنتاتيف دو ريكور فراغمونتي، يطلع على البابور يرتاح
ياكل يقيل ما عليك عاود يغطس. نجمو نحكيو على كروكور هنايا وانجاز وسامع وقت اللي فاصون لو ديبا الي كلو تو معناتها لو ديبا الي كلو بالنسبه لينا وبالنسبه للمختصين في السباحه العالميه. الموضوع هذا تسكر قوس وتسكر البلوغ اللي كان موجود فيه خرج ان ارتيكل في الورلد اوبن ووتر سويمينج اسوسيشن منظمه السباحه في المياه المفتوحه خرجت اليوم بلاغ قالت ما عندي علم بحتى شيء جست هي كلموها يظهر لي قبل ما يبدا باش يعلموها بانه ثم تراجع باش يصير هذا وقت صار نهار 8 جوان هذه البروسيدور دومولوجاسيون معناتها بور فاليدي لي ترافيرسي لازم الواحد يل رونفوا لور تراجيكتوار يعلمهم كونه فوالا جو في فير اون ترافيرسي ماك البلاصه الفلانيه لاك البلاصه الفلانيه جو في كوفرير سيت ديستانس يقولوا له il valide cette trajectoire là ويقولوا له envoie nous معناتها لي فيديو الداتا نتاع الجي بي اس نتاعك الداتا اللي موجوده في البابور bien sûr ils sont toujours accompagnés par un bateau اي انسان يبعث للمنظمه هذه باش يعمل ترافيرسي يعمل حاجه وهي تعطيه الموافقه فماش متابعه اي شوف سنين لي ترافيرسي هذم امبوسيبل دو لي فير ou les finir sans traçage GPS. Tu es un babour, qui va te guider. Il va guider cette traversée. C'est tout un voyage. Donc voilà, sans traçage GPS, je pense que... هو كيما اي واحد يدخل يدوش يقعد ربع ساعه تحت الماء يخرج معناتها الجلده نتاعنا تبدا درك كيفاه هوني علاش ما شفناهش مثلا مع سينيجي اي جوستمون هذا اللي انا اثار انتباهي في لاريفي نتاعو في الانترفيو نتاعو في لاريفي اللي كانوا اللي تي با ما كانش مرهوش حتى تعب ما كانش تعب اللي تي با فاتيغي اللي تي با اسوفلي il y avait pas ma des traces de bronzage نتاع البونيه ونتاع اللونيت tu passes 3 jours ma في البحر ثم des traces de bronzage très très claires في البونيه وفي اللونيت d'autant plus من بعد كي تجي تثبت في المايو ou bien في الكومبينيزون ولا في الشورتي تنجم تعوم غير كومبينيزون في المده هذيك الكل تنجم ممكن ولا لا ماهيش ما برشا حريقه راه ما برشا حريق وثم برشا حوت هاو قال ما عرضوهاش حريقه مانيش ندخل في هاوقال نحكيو توا دون لابسولو اون فا با معناتها ساتاكي على سي هادي توا نحكيو على لو سوجي دو لا ترافيرسي اون 150 كيلومتر سي فري اللي ثم هكا معناتها القشره نتاع يديك وساقيك علاش هما يتكمشوا كيكا خاطر تولي عندك في الماء تنجم تشد الحاجات باكثر سهوله كي يدك تتكمش هكاك في الماء ابارامون سي سا سيانتيفيكمون بوركوا الحاجة هذه تصير سبحان الله كمل معك وليد بسرعة المشكل أي من اليوم من اللي صار والضجة كبيرة اللي صارت على ربما ذيل الإنجاز ولا خلينا نقوله إلى حد الآن ما يسمى الإنجاز في انتظار التثبت في انتظار التأكيد ينجم يفتح التأويل سمير على اللي عملوا الكل نجيب الهادي في الفترات السابقة لأنه اليوم أكيد. فهمت مسامة شنو ولا الابروش متاعي معناتها عديد المرات يقول وتعدى في الاخبار كلام مسامة صحيح انه في كل مرة يجيبوه ويتعدى في الاخبار ويقولوا راهو عمل انجاز كبير اليوم الشيء اللي صار والجدل اللي صار والضجة اللي صارت نجم تفتح باب التأويل على المشوار والله ان شاء الله نشوفوا دوتر ناجور كيما سي نجيب اللي باش يعملوا لنا معناتها دي تونتاتيف اللي خاطر نحن بلادنا مزيانة برشا والكود تونيزيان تسمح لنا باش نعملوا لي تونتاتيف هذم مش بالحجم اللي يحكي فيه سي نجيب 155 بتيتر معناتها مسافات معقولة أصغر شوية مش 155 اي 30 كيلومتر 50 كيلومتر قرقنا جربة قرقنا صفاقس معناتها ثم دي ترافيرسي اللي فريمون ابوردابل فهمت باش نقطعوا الجدر الكل ونختموا اقتراحي من الاول كان كونه سي نجيب تحية لي بطبيعة الحال يقول انا باش ندخل في تحدي مع الناس الكل اللي يشكوا في الشيء اللي عملته
انا راني مش ندخل في التحدي بعد شهرين ولا ثلاثة ولا وقت اللي يحب هو، وجيبوا كل الرقابة اللي تحبوا عليها وراني باش نعاود نعمل نفس الشيء. وانا باش نساندو اذا كان هو جدي هكا ولا ليه هكا يقطع الشك على كل شيء. جدية انا بيدي باش نعمل له ليفر. هو قال هذي اعطتني افاق وموتيفاسيون والتحدي جاي باش يعمل تونس فرنسا. انا نساندو انا نتعهد اذا كان البروشين ترافيرسي نتاع سيناجي باش نعملهم في تونس، خاطر انا باش نقعد نحضر في تونس لي جو افريكان دو لا بلاج اللي ان شاء الله باش يصيروا في جوان 2023 ولي جوز اولمبيك دو باريس 2024. دونك باش نترين في تونس اول مره باش نحضر الالعاب الاولمبيه في تونس. انا نجم نوعد سي نجيب الهادي اللي باش نحضر معاه باش ترينا معاه عم نجيب اكيد اذا كان يل اتاكي ان نوفو تشالنج يبي اتاكي سو تشالنج لا معاه. هيل هذي سكوب واو يا خويا ميساج العم نجيب يا خويا. هاو لونترينمون والله ماذا بينا نهار اللي تصير سيونس دونترينمون انتم مع بعضكم سدعوا وسائل الاعلام ونشوفوا كيفاش الامور تصير. نكمل معاك اسامه من عاش كان فما حاجه ما سالتش ولا تحب تعديها ميساج هنا زاد الرياكسيون تاعك بارابور العم نجيب للعباد اللي ثم شكون يقول زاد ثم تصفيه حسابات شويه مع الوزاره ما بعيد شويه. والله هذا honnêtement le passionné un passionné de sport ou passionné c'est la passion de ma vie معناتها الحكاية هذه ما نجمش نسكت عليها. C'est vrai peut-être j'étais un peu trop cassant في الباراغراف اللي كتبته على الفيسبوك. نعتذر للعباد اللي ont trouvé ça un peu trop cassant un peu trop sévère mais انا j'estime les évaluations بتاعي كانت cadrée كانت في بلاصتها و فوالا معناتها encore une fois toutes mes excuses للعباد كل اللي تقلقوا من وجهه نظري. وتحياتنا كبيره برشا لي عم نجيب بالهادي يعطيك صحه اسامه المالولي بطلنا الاولمبي ما تذكر عام 2008 وقت قعدنا مصبحين في الشين قال لك باش يحضر في تونس يا خويا فاجاني باش يحضر في تونس مع الوزاره فاجاني باش يحضر في تونس علاش مانيش فاهم علاش ولا لقى فورميلو مع الوزاره مجدد تاريخي هو الفلوس باش تحل لنا ديبال الوزاره اسامه المالولي تو في اختصاص سباحة الحرة بطل أولمبي وبطل العالم. حبينا ناخذ وجهة نظر نتاعك بشكل أوضح بشكل بلو ديتايي معناها شكرا على التوضيحات هذية الكل. نعملوا ترتيحة صغيرة فاصل ثم باش نرجعوا نحكيوا على بوليميك جديدة بوليميك كرة القدم هل ستقام مباراة حمام سوسة والمتلاوي ولا لا فاصل ثم نعود. ثم تسمعوا في سبور بلس من 7 إلى 8 نتاع الليل. مرحبا بكم جيت في سبور بلس سوا 7:41 دقيقة تسيوش نحكيو على المباراة الفاصلة اللي من المفترض انها تقام غدوة لكن حتى التو اللي رينا ديزينياسيون ولا شفنا حتى شيء تسيوش هذا موضوعنا في تاكو تاك تاكو تاك. بلاغ البارح في الليل لأمل حمام سوسة على أثر اجتماع الهيئة المديرة على أثر التطورات الحاصرة بخصوص إجراء مباراة فاصلة ضد نجم المتلاوي غدوة نهار الأربعاء 22 جوان في رادس وبعد التشاور والتدارس والوضعيات التداعيات نتاعها الرياضية والمادية على نشاط الجمعية فإنه أمل حمام سوسة تعلن جماهيرها الوفية أنها قررت بإجماع الحضور خوض المباراة المعنية معينة مع الحفاظ على كامل حقوقنا في استكمال المسار القانوني دفاعا على حقوق جمعيتها. دونك ثم معطى جديد صار في الموضوع هذا نعرفوا أنه ترجي جرجيس ونجم المتلوي وأمل حمام سوسة كانوا ضد القرار متاع الجامعة التونسية لكرة القدم ولجنة التأديب كثروا على لجنة أخلاقية وتأديب لجنة التأديب وانتوكا متاع سيد معطي القرار لجنة الداخلي وصاروا البوليميك الكاملة ونرفض 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 بي أمل حمام سوسة يتراجع عن موقفه الأولي مع أم ضد قرار أمل حمام سوسة. تقرح صوت الحكمة وليد اليوم بهم لعبوا كونتر بعضكم وليد نعرف مع عنده معطيات أخويا نعطيه أكثر وقت مع ولا ضد ظهر طارق سالم معنتها لورلا معنتها نتصور كريم يكتبها لك على المريول ضد لا نتصور بش يكون مع قرار حمام سوسة طارق سالم 3-2-1 تبكرونه طارق والله إيش بش أقول لك مستغرب
بون مانيش مستغرب خاطر النيفو نتاع مسؤولين معناتها هذا هو النيفو نتاع معناتها ثبات على المبدا على الكلمه تبارك الله والله حمام سوسه كنت عامل بها جو كجمعي صدقني البريزيدون هذا معناتها تقولش كرهني مي كرهني في الكوره وكرهني معناتها شنو هذا تلعب صغار يا اخي تعملت حاله وقلت واحنا وقول الناس كل وقفت معاك يا اخي شنو يا اخي غول الجامعه التونسيه لكره القدم ولا شنو الحاله معناتها كل واحد يبدا من الاول يدز في صدره ويعمل بعد يرخ في ساعه يكونوا صح سامحونا بالكلمة تكونوا عندكم مبدأ عندكم شوية مصداقية عندكم شوية أنفة شوية سبحان الله معناه والله ما أنت جهة كاملة في حمام سوسة ملقاوي مثلهم كان ما أنت ديسيزيون اسكو خذها بريزدون خذها هيئة قالك بالتشاور مع أعضاء اللجنة القانونية للجمعية أخويا شوف فما مبدأ فما كلمة وفما حويج أخرى أهم من الكورة وأهم من مقابلة متاع كرة قدم سمير السليمي توافقه الرأي ولا عندك رأي آخر 3-2-1 تبكر لازم تقرأ البلاغ مليح وبين السطور وبين الأحرف وتجنقل شوية توا حمام سوسة ماهمش يترنوا على المستوى القانوني كما بخير قال لي ما يلعبش ماتش زوز باش يخسروا حمام سوسة ماهمش يترنوا قال لك أنا قدامي متلوي مؤكد ما هي جاي يلم أربع كعبات جوالات ونمشي للرادس متلوي ما جاتش فرشي ربحت حمام سوسة شوفت الحكاية هذا إي هكا أنا قراءتي هكا قراءتي هكا انا من كحمام سوسه مؤكد انهم مش حاضرين مش يلعبوا الماتش خلموا ملعبيت ونهزوا الكار حتى قبل بساعه من الماتش مش لازم اوتيل وكذا ونحضروا نقفوا شويه في التيران ما جتش المتلاوي ربحنا الماتش هكا قانون بوتيتر هكا تصير دونك قراءه بين السطور يقول لك هذا المعطى ربما توجه انا قراءتي هكا ربما نكون غلط راني في المقابل المتلاوي من الغادي قال لك انا مانيش لاعب الماتش ومن حقه كذلك انه ياخذ موقف على روحه وبالتالي الامور ما زالت تمشي لتوجه ربما تصعيدي اكبر من هكا وليد نعطيك صوت الحكمه والا ناخذ نتائج تصويت الجمهور قبل شنو راك تروش عليك نتائج تصويت الجمهور اعطينا نتائج تصويت الجمهور معناتها شنو هذا محيط الاطلسي حطونا اوه 50-50 اول مره في تاكو تاك تجيب بالرسمي شوف الروم معناتها لو كان تصير في الانتخابات الرئاسيه زعما جوله ثانيه يودي جوله ثانيه زيدوا شويه ورجعوا لنا هذا الماتش نتاع جوله ثانيه انا سمير اعطيت عنوان للي صاير اللي الدنيا بالمعكوس الدنيا بالمعكوس تو نظريا انت شكون المستفيد من انه المقابله تتعاود متلوي باعتبار انه المتلوي تحت الرابطه الثانيه وشكون المتضرر حمام سوس باعتبار انه حمام سوس على الميدان خلينا من صار ما صارش على الميدان اضمن معناتها بقائه في الرابطه المحترفه الاول اليوم مش اللي يصير فريق المتلوي ما يحبش يلعب المقابلة باعتبار يقول انت كمشيت حكيت على الاستحقاق الرياضي ضمنيا فانك تعترف انه صار تلاعب او شبه تلاعب في لقاء حمام سوسة والترجي الرياضي الجزيسي في الدقائق الاخيرة وحمام سوسة اللي ضمن البقاء متاعه هو مستعد باش يلعب المقابلة معناتها هنا تشوف كرة القدم التونسية راهو حكاية علاقات شبكة انت علاقات شبكة متاع ولاءات بعيدة على الاستحقاق الرياضي وراهو اي من المقابلة هذه هذا ولينا نضحكوا على الذقون كان باش تصير المقابلة هذه راهو باش تفتح باب متاع سكون ابيل احنا جوريسبريدونس معناتها باش تعطي اليوم انه الجامعة التونسية لكرة القدم في قادم المواسم عن طريق لجنة التأديب عن طريق لجنة الأخلاقية عن طريق أي لجنة باش تولي تصدر قرار ما تحب. عنده حتى مبدأ وحتى سند قانون باهي ناخذوا هذايا بلاغ رسمي من امل حمام سوسه اي فوالا مع العلم انه اتصلت معناتها بطبيعه قبل ميسيون بسيد نوري القنطاوي معناتها حبيب يفيدنا معناتها ونسالوه ونتجولوا بالاسئله علاش تراجعتوا ولو اني انا جمعت لي سالته معناتها الموضوع هذايا قال لي مش باش نتراجعوا ثابتين على الموقف نتاعنا الطرف المقابل اللي هو نجم المتلوي موقفه من البلاغ هذايا وهل ستقام المقابله ولا لا موجود معنا سي محمد الديناري رئيس نجم المتلوي مساء الخير مرحبا سي محمد مساء الخير ومرحبا بكل مستمعي يسهام ومرحبا بالاخوه الكل اللي حاضرين معك مرحبا بيك باش تلعبوا ولا كاش تلعبوا غدو هلا فما حاجه جديده اباي شو 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 انت ما ريتش بلاغ حمام سوسه ها باش يلعبوا امل حمام سوسه شنو فمش ميزاجور احنا كي خرجنا البلاغ نهار اللي خرج القرار تاع التهديد انا كنت واحد من الناس مقتنع 100% بالرغم اللي كانت عندي القاعدين قلت سالات سي نوري انا وحمام سوسه باش تلعب الماتش علاش كنت مقتنع على سو بوان
أنا نعرف خاطر حمام سوسة كانوا يستنوا فيها عقوبة أكبر من هذيك. كانوا يستنوا فيها عقوبة كبيرة خاطر فما تلاعب واحد وهذا ما أدى ذات الأضحاء حسب القرار بتاع الجامعة. كانوا يستنوا فيها عقوبة كبيرة. اليوم قال روحه بشراء ماتش براج مثل نورمال. عادي جدا أنه يقبل بشراء الماتش. ما طلبش عليه حتى ظلم هو. هو ربح قضية. قضيته مربوح. أنه كان حسب قوانين التلاعب إذا كان كما أثبتت الجامعة توصيل القدم أنه فما تلاعب رأوا الجمعية هذه تمشي للتروا ديفيزيون تروا وعقوبات مالية وجزائية وقالوا له يجي يلعب ماتش برا بالطبع سينوري وهيئة نتصور أنه ما خداش قرار واحد وفورترو الويترو فين إكسكيوز على الأقل هذه فرصة من نجم شي بيحة على روح ومخافية كان أعظم مخافية كان أعظم شنو معناتها ما خافيه كان اعظم لا شنو القنبله اللي تيجي الناس كل تعرف الناس كل تعرف لا لا انا ما نعرفش ما فهمنا شنو نجمو نعرف عاد انت اليوم عطيت تدوينه سي محمد كيسحه شويه اليوم في الفيسبوك شو التدوينه التدوينه اللي هبطت باسمك اليوم في الفيسبوك ما نجمش نقولها شوف شويه تدوينه ما نجمش نقولها يا سي محمد في المباشر في الراديو رانا ما التدوينات هبطت فما التدوينه فيها تابع هكا شويه معناتها انت اي المعنى نتاعها شنو معناتها انه الرجله انه اي الثبات على الموقف اي الثبات على الموقف قالوا في اي 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 معنى كيك يا جماعه الجنوب منا احنا كيك انا نلعبوا فلتة فات ما نلعبوش في الظهر ما نلعبوش في الظهر نقولش معت جنوب ولا غير اي اي انا ديجا باش نقول لك ما غير ما نقسموا جنوب وشمال جماعه جماعه الشمال معناتها ما عندهمش مبدا سي محمد لا الباء والخايف شفت الكلمه مكبره اللي قلت انت تو المبدا هذا المبدا هذا مشكله كبيره في تونس هذا رانا مش نعمل في السياسه نعمل في الكوره والمبدا يتبدل في السياسه اليوم عندي موقف سياسي غدوا فورا ابونسي لازم نبدل موقفي مش مشكل عندكم فكرة على العقوبات اللي تنجموا تمشيو فيها إذا كان ما تمشيوش غدا المباراة؟ شو اسمعني يا بيبي كون كيمشون فادابي ماشي بوليتيك تا أما اليوم أنت تكلم في العباد تخرج في الصحافة وتخرج في التلفزة وتقول رانا مش باش نلعبوا وغدوة تقول باش نلعبوا أنا نقول صاحب الحق لا يغير مواقف صاحب الحق اللي يقول عندي حق أنا ما نبدلش الموقف نتاعي اما غدوة مش باش نقابل انا ولدي وبنتي وعائلتي اللي نربي بهم على مبادئ الصدق والمبدا وصعب مبدا والدفاع عن المبادئ عندي مش نقابل ومش مبدا نتاع رئيس جمعيه اليوم انا نقول رئيس جامعه بارك الله فيها كانت فما تلاعب ولجانها المختصه اثبتت انه فما تلاعب وكما قال سي نوريم اليوم الله اعلم الاولاد اللي تخاف وهذوك اللي عرفتها من جامعه شكون اللي تفاهم معاهم الله اعلم اما شوف باهي يعني توما سي محمد غدوه ما كونش باش تمشي والرادس ما كونش باش تلعب نخرج البيان نتاعنا يوم 12 ولا 13 جوع هذاك هو الموقف لا اما ما نعملوش مش باش يعني غدوه ما فماش مقابله معناها فما مقابله فما واحد غائب باش يسجلوا فما فريق غائب سي اي متفاهمين هنا نحب نسالك غدوه ثم ضرب عام يضم لي في المتلوي يوم 22 في نفس السياق هذايا والله هذا قريته على فيسبوك المجتمع المدني والنقابات باش يعملوا احتجاج يوم على اللي صاير هذا وكو سي محمد وليد قرفاله معك تلاقيت اتصال من اطراف مسؤوله في الجامعه او من رئيس الجامعه او من رئيس الرابطه يحثوا فيك باش تكون حاضر في اللقاء ويعلموا فيك ربما ويذكروا بالعقوب كانت تهديدات بالكتابيه تهديدات شو تهديدات كتابية يقول لي كان ما تجيش انا نطبق عليك الفصل كذا كذا من القانون من طرف هي انت عندك مسؤوليه من ما نعرفش كيفاش باش نطبقوا قانون على حاجه غير قانونيه ما نعرفش كيفاش نطبقوا هذه من رابطه جاتك المراسله ولا من الجامعه من رابطه ما نعرفش كيفاش باش نطبقوا القانون خرج وزاره الشباب والرياضه في ممثله القانون انت بن حمده يقول راه القرار وانت والاخوه الصحفيين والناس الكل قالوا راهو غير قرار غير ما عندوش حتى سند قانون كيفاش باش تجي قرار ما عندوش حتى سند قانون طبق عليه القانون ما نعرفش كان في بلادنا نحن هذا يصير ما نعرفش واذا كان باش طبقوا قانون يطبقوا قانون مش نعملوا احنا باش نجوا ضد القانون احنا من الاول نطالبوا باش طبقوا قانون باش يجي اليوم ويقولوا لا ما طبقش قانون طبقوا قانون حتى وكان عليكم القانون ما لا انا اول واحد النادي بتطبيق القانون يعطيك صحه القانون في البلاد هذه رانا لاباس علينا ويطبق على الناس كلها
يتطبق على نفس القوي والضعيف والفقير والغني. رانا لبس علينا وان شاء الله تولي يطبق القانون معاش باش تطبق الحكايه باش يولي يطبق. صار اتصال بينك انت وسين نوري للفضول وبرا سين نوري براتيكو يوميا نتكلم انا وياه يا اخي اليوم عادش التليفون اليوم بركه بالرغم انه وعدني انه اذا كان فما تغيير في الموقف وعدني انه باش يكلمني البارح البارح في الليل قال لي راه غدوه عندي اجتماع على اليوم مع الاحباء والهيئه وواحد وكل شيء وكل قروا حاجة نكلمك ما الرزمه وخرج أنا ركضت وخرج البلاد وما كلمنيش اليوم ما كلمنيش النوري ما كلمنيش خلاني ركضت وخرج البلاد يا سي محمد ديناري يعطيك الصحة رئيس أجمل تلوي احنا نتنم بربي ونعملوا اللي علينا والتوفيق من عند ربي إن شاء الله ربي يسترنا وربي يهدي علينا الوضع وكان يعطيك صحه سي محمد ديناري رئيس نجم رئيس نجم المتلاوي زاد على رحاب صدرك يا الاولاد مرحبا بك يا شويه كان حكنا شويه عايش يضحك ولا فما في كل شيء يضحك في شوف في قديم بروفيل كرونيكور هي سي محمد ديناري والله العظيم ايش قلت لك هو اللي كان يقول سامحني ايش قلت لك تو في المداخله نتاعي في قلت لك واضح يعرفوا تونس الصغيرة يعرفوا متلوي ماهيش جاية جات توصيات ولا نصيحة ولا يا حمام سوسة لموا بعضكم امشيوا الرادس وهوك ربحتوا بالغية المشكل يا سمير كي حمام سوسة تمشي وتلعب ماهيش باش تلعب رم القرار كأنها تثبت على روح التهمة راه صحيح هذه المشكلة الكبيرة الرئيس اللي بالحقيقة سي محمد بالديسيزيون اللي خذاه مع العلم انك اللي احترمته في وصل عام طلب حق الرد عليه اي لا عنده وقت اللي يخطئ وراه اخطا وحربها ما يسالش وقال لكن توا في الواحد احترمت مسؤولين المتلوي على ثبات على المبدا حتى ولو كان كلفه باش تطيح المتلوي للديفيزيون 3 ولا وهذا مشكل كيفاش باش تعاقب فريق بالقانون على حاجه ماهيش قانونيه كما قال هو معناتها باش تولي لنا تاس اخرى قداش من تاس اي ايفيكتيفمون هنا كيفاش طبق القانون على حاجه ما فيهاش قانون ما الذي يحدد القانون الصحيح والغلط باش ترسينا في بروسيدور جديده نتاع تاس وكذا فوالا بالنسبه اللي نحن توا ولا للناس وجهه نظر تقول لك طبق في حاجه قانونيه وفي موضوع غير قانوني مازال ومن ناحيه الاخرى يقول لك الموضوع منتهي كمال بن خليل الجمعه الاخرى ما هو معنا في الانترفونسيون اش قال قال حسب الفصل شنو هو واحد نتب مباراه فاصله قلنا له كيفاش تجي مباراه فاصله في قضيه رشوه ما هو فما راشي ومرتشي والموضوع هذا كما تجيش ما قال لك ليه حسب الفصل من الفيفا هما أكثر أي عرفوا أدرى شايف النهج انت معطي الدخل مع انت معطي أدرى مني هما بالموضوع ولو في ما يتحكي وما يقال بطبيعة الحال أنا المتلوي بطبيعة الحال متشبثة بالرأي متاحة وهذا من حقها موقفها واضح أن يا أخي فما قضية رشوة ومرتشي ثبتوا أموركم وشوفوا هاي المعطيات وشوفوا كذا واعطيونا حقنا راني مانيش لاعب مباراة فاصلة من حقه وحمام سوسة راه غير ذلك وتراجع ربما في القرار دعا موقف المتلوي سمير هي العقوبة تعزوز لاعبين تازرزيس تازرزيس على أي أساس عقبت اللاعبين تازرزيس انت كأنك زمنين أقريت أن زوز لاعبين تلعبوا لصالح عمل حمام سوسة وهم اتهموا زوز ملاعبية وفرديا وبرقوا الجماعة قال كيفاش نعاقبوا جمعيه في حركه نتاع اللاعب خاطر ما تطبقش على القانون بالضبط ما فما عقوبه قضائيه هاكا الجنجيل الجنجيل فوالا سامحني تو احنا شفنا اللقطه نتاع البونتو يا اخي يحكيوا على ريال دروا والجول يا اخي الديفونسرات الاخرين مش تابعين والله لا فهمت الليني نتاع الوسط ماهيش تابعه مسيبينه ولا تاكون اللي ما عملش بريسينغ يا اخي شكون يحدد هذوما التساؤل نتاعك في محل والله العظيم نعاودها 20,000 مره وقبل حتى ما تنجمش في الكرة تشد الرجوة إلا بالوديقة بالبروف أي أنت التساؤل بتاعك الديفونس واقف يا أخوي يقول لك أنا تعبت يا ولدي شبيك واقف يقول والله شدني كرامب وتعبت شنو تثبت عليه هذاك شكون يقيم هذا لازم عبد فني مش رجل قانون مش فني حتى الفني ميقيمش البروفا فلوس دخلوا للبنكه تليفونات كذا دونك تقر نتيجه المباراه سمير هذا شنو اللي نعاودوا ماتش بين هذا وهذا لا مادام انت عاقبت زوز ملاعبيه وعاقبت كذا فما رشوه وكيف فما رشوه فما راشي وفما مرتشي انت المرتشي اللي هما زوز ملاعبيه هذوما عاقبتهم والراشي شكون اي والله هو هو سمير باش يبدا في بالك الراشي مجهول عندنا عراف احنا في البلاتو كما في بالكش العراف ايمن زروق تبارك الله
ما انت الجمعه التالي توقع السيناريو هذا وقت اللي كان موجود في الحصه وقتها مع زميلنا محمد علي بوزقر كنت موجود وقالوا راهو حمام سوسه معناتها بطريقه غير مباشره انه حمام سوسه باش تكون موجوده وباش تلعب لا عرف لا شيء نحن صحفيين يا وليد يا وليد انا وياك صحفيين ونعرفوا على المعلومات انا الجمعه الاخرى استدعاني مع زملائنا في الوطني وكل شيء كان هذا موضوع الحديث كان ثم جرجيس والمتلوي وحمام سوسه توجد سؤال سي النوري وقتها قدامي قلت له عندي بعض المعلومات تقول انتم باش تلعبوا المباراه وانتم بترجع لا قال لي لا نحن ثابتين ذاك الموقف نتاعنا قلت له يا سي النوري راه الكواليس تقول عكس الكلام هذا قال لي انا نعطيك الرسمي وليس الكواليس فك انت حسبت هذا معناتها هكا تبارك الله قبل بجمعه عطيتنا السيناريو في كل الحالات غدوه المباراه لن تقام طارق سليم اكيد ماش باش تقام المتلوي راه ملعبيه المتلوي كل واحد في بلاد وراه راح على روحه إيه ثم زاد هنا شكون يقول لك اللي المتلوي خاطر ما عادش عندها جوارات دونك ذاك على الشده صحيح كان جاب عندها الجروب عندها جوارات لا المتلوي كان جات تحب يا اخي ما تنجمش لما دام جوارات يا اخي ما تنجمش تعيط لهم يا اخي يعملوا لهم بريم كبيره وكذا يعملوا لهم لكن المتلوي عنده معناتها مبدا من مبدا معناتها ثبات على المبدا ويعطيهم الصحه وكان جاوا رؤساء الجمعيات الكل هكا راهي الجامعه ما تنجمش تعمل اللي تعمل فيه مش خاطر مثلا ممكن وليد المتلوي المنطقه سخونه زاده لا مش خطر وشويه ضرب رؤساء الجمعيات كل واحد اخطر راسي ويضرب دونك كل واحد يشدوه في تركينه يعملوا له انا نتصور انه اللي يحبوه ويسيبوه سيف سخون نتصور باش انه باش تعدى سيف سخون في المحاكم الرياضيه بعض القرارات قد تقلب كل شيء راسا على عقب والجامعه قد تجد نفسها في ورطه كبيره بتاع تنظيم بطوله ينجم يخلينا سمير ونقول هذايا على مسؤوليتي انه عام الجاي نجمو نتوجهوا حتى نحو عام ابيض مع المونديال والشيء اللي صاير والقرارات اللي تنجم تصير متى اسم اللي تحب انت معناتها برشا مقابلات مش مقابله برك دونك نجمو باش نلقاو رواحنا في وضعيه صعيبه برشا لتنظيم البطوله بالطريقه اللي تخلي المنتخب نتاعنا يحضر المونديال. يعطيك صحه وليد طارق سالم وسمير السليمي شكرا الناس كل في المتابعه في السماع غدا ان شاء الله ملتقانا كالعاده في نفس التوقيت على خير. اي اف ام سبور بلس برعايه تونس بيت.